لا أنا تعليقي، أنا أناقش أوراقي، إذا كانت أوراقي سليمة ليس لدي ما أخشاه. نعم أنا دلوقتي رحت تعاقدت مع لاعب نعم موجود في قائمة نادي، نعم إذن الاتحاد أقر أن اللاعب من حق نادي الاتحاد، اتحاد نعم الكورة أقر أن اللاعب من حق نادي الاتحاد السكندري، نعم وأنا اشتريت اللاعب من قائمته لهذا الموسم، نعم واللاعب موقع لي، فأنا مستوفي كل أركان القيد اللي هي عبارة عن عقد واستمرار قيد واستغناء من صاحب الشقة، نعم ومن ثم ما عنديش شيء يعني. طب كابتن عدلي، إذا طرأت مستجدات جديدة، يعني ربما يكون الزمالك لديه مستندات لم تعلن في وقت سابق، يعني هل سيكون الأهلي طرف في هذه الأزمة؟ بص يا كابتن محمد، نعم أنت بتقول كلمة مهمة، نعم بتقول إذا استجدت مستجدات ما نعرفش إيه هي. نعم الكلام اللي بيتردد إنه الولد ماضي على استلام نقدية، محدش حتى بيقول إيه هي النقدية، نعم لا كام ولا ودي مسألة تخص اللاعب مع نادي الزمالك، هم بس اللي عارفين الأوراق التي تم توقيعها. نعم. على ضوء المستندات المقدمة، إذا كان هناك شيء يستحق أن يحرك النادي الأهلي ببعض الإجراءات هندرس الوضع وهنشوف، لكن أنا حتى الآن لا أرى أي مساوغ أن يأخذ الأهلي طرفا في هذه القضية. طب كابتن عدلي، يعني هذا المستند أو إذا كان اللاعب بالفعل قد قام بالتوقيع على إيصالات أمانة، وهي طبعا مسألة جنائية يعني، ولجأ الزمالك إلى القضاء في هذه الأزمة أو في هذه الورقة، هل سيتدخل الأهلي لحماية ناجي جده أم سيعتبر أن هذا أمر شخصي بين اللاعب وبين نادي الزمالك؟ أن الأمر شخصي إذا كان هناك ضرر حيصيب اللاعب في مستقبله. نعم. طبعا هنشوف إيه المستند أولا، لكن أنا لا أتصور الأندية يعني الكبيرة بتطلع مستندات تهدد بها لاعب، يعني ما اتصورش ان في الاخر ده الموقف هيكون كده، لا الزمالك هيقبل هذا ولا اللاعب هيقبل، يعني هيكون اتصرف بالطريقه دي، ولذلك انا افضل الا اعلق على اوراق لا اعلمها. نعم لان احنا يعني سبق لنا قبل هذا ان لعيبه جت لنا ولعيبه مهمه جدا وطوعيه طلبوا الانضمام للنادي في الفترات القانونيه وقبضوا اموالا، ولكن لما اتغير رايهم وطلب مننا هذه المستندات قدمناها. طب كابتن عدلي، الزمالك تقدم اليوم بشكوى رسمي وملف كامل، هل سيطلب النادي الاهلي نسخه من هذا الملف من اتحاد الكره لدراسته؟ ما اعرفش بقى، دي مساله هيبتدي يتناولها القانونيون في النادي، يعني ما ينفعش ان نعلق كده على افتراضات على حاجات احنا لحد دلوقتي ما احناش عارفينها. طب عرفنا ان انت عقدت جلسه مغلقه مع بعض مسؤولين في النادي الاهلي بشان هذه الازمه، هل هذا الخبر صحيح؟ لا حاليا لا، بس قبل كده طبعا كان هناك حوارات، كان معنا مستشارنا القانوني قبل اتمام التعاقد. تقصد قبل اتمام التعاقد؟ ده شيء طبيعي يعني، وليس سرا ان احنا لما توجهنا بوفد كان معايا الكابتن سيد عبد الحفيظ، نعم، المستشار حلمي عبد الرازق، ورحنا قعدنا بعد ما اتفقنا على كل شيء، كانت جلسه لمراجعه الاوراق والمستندات والاجراءات، واتخذنا من التدابير ما يحمي حقوق النادي الاهلي، وما عندناش شيء يقلقنا. نعم. طيب هذا بشأن أزمة محمد ناجي جدو، ربما يكون هناك جديد عندما تتضح الأمور نتحدث معك فيه، لكن كابتن عدلي فيما يخص جمال حمزة قام بالتوقيع رسميا للجونة منذ دقائق، كان معنا السيد أحمد الصحيفي المشرف على كرة بنادي الجونة، هل سيمنح الأهلي الاستغناء عن اللاعب، استغنائه عن اللاعب إلى نادي الجونة بالفعل، ولا سيشترط سداد المبالغ؟ بالتأكيد لم نقف حائلا دون قرار في مصلحة اللاعب. نعم. والجونة نادي عزيز علينا وتربطنا به علاقات وصداقات وحاجات خلينا ان احنا يعني دائما يعني نساعد ونتعاون في هذا الامر، ومن اول يوم احنا قلنا ايا كان النادي الذي سيختاره الكابتن جمال حمزه احنا ما عندناش اي مشكله، هنديله اوراقه وهو ما فيهاش فسخ تعاقد، لان عباره عن هو عمل عقود وادانا وخد مبالغ، هيرجع المبالغ وهيستلم عقوده وخلاص. يعني الاهلي هيمنح الجون لهذه العقود او اللاعب هذه العقود عندما يسدد المبالغ التي حصلوا عليه؟ مش عندما، هو الراجل ما قالش حاجه، ده الراجل يعني لا يعني حتى الان لم يسدد اللي احنا عارفينه، يعني لم ما هيجي نادي الجونه هيجيب لنا المبلغ او اللاعب هيجيب لنا المبلغ، هنبعت الاوراق لنادي الجونه او للاعب او
من يراه يعني. هل بالفعل كان في بعض التدخلات بإمكانية عودة جمال حمزة للنادي الأهلي من جديد، ولا الموضوع انتهى فورا أصدر الأهلي هذا القرار؟ أصل بص، دعني يا أستاذ محمد، أنت تعلم أن أنا لا أفتي إلا بعلم. نعم. يعني أنا عمري ما بتدخل إلا إذا كان عندي معلوم. وأنا نعم. الموضوع حدث في ألمانيا، والتفاصيل اللي عرفناها هي اللي اتبعتت لنا من ألمانيا، وأنا ما قعدتش حتى مع الجهاز الفني لحد دلوقتي، ولا نعم. الإداري، ولا اللاعب نفسه كابتن جمال حمزة، وإنما أعلم أن يعني القرار ده كان مناسب لكل الأطراف، وما فيش ضغينة بينهم، وما فيش مشاكل بينهم، وما فيش حاجة تستوجب إن حد يزعل من حد، بالعكس كل طرف مقدر الثاني تماما وتمنى له الخير، ونتوقف عند هذه الحدود، ونتمنى برضو الكابتن جمال التوفيق، لأنه لعيب كويس ويستحق إن هو بقى يستمر. مؤكد. لكن في خبر أمام كابتن عادل بيقول إن الأهلي يستغني عن جمال حمزة بعد محضر في قسم العجوزة، وإن هناك زوجة اللاعب حرارة محضر ضد. لا، واحنا بالمسائل الخاصة دي. لا أقصد أن اتقال امبارح يعني أو النهاردة. نعم، الخبر ده اتقال النهاردة، يعني النادي الأهلي ملوش دعوة. لا يعني هم الخبر ربط بالنادي الأهلي إن هذا هو السبب الحقيقي في استغناء الأهلي عن جمال حمزة. لا 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 إطلاقا، احنا ما بنخشش في الحياة الخاصة بتاعت راجل وزوجته، وما نعرفش دقائق الأمور بينهم. نعم، وليس لنا الحق في الدخول في هذا الأمر. لا تريد أن تفصح عن سر إنما اللي أنا عايز أقوله للكابتن جمال، يا كابتن جمال العمر قصير، راجع كل حياتك ورتب أوراقك بحيث أنك تسمح لموهبتك أن تنطلق وترجع تاخد المكانة اللي تستحقها من الناحية الفنية. يعني كل الأمنيات للكابتن جمال حمزة بإذن الله، وكونا بمجرد يعني نصيحتك كابتن عدلي، نصيحتك للكابتن جمال حمزة، يعني ربما أفسرها أن سبب انقطاع العلاقة بين الأهلي وجمال حمزة ليس سببا فنيا. لا لا، أنت بتقول لي خبر دلوقتي مشهور في الجرائد يفصح على أن هناك مشاكل. إذا انصحه من 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 كلامك يعني. يعني أنا مش عايز أخرج منك بسر الـ 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 القرار أسبابه. مش عارف يعني ليه دائما عايزين أسرار الأمور. لا يعني الناس طالما لاعب كبير زي جمال حمزة ونادي كبير زي النادي الأهلي بالطبع طبيعة الحال لما يحصل انفصال بهذا الشكل مؤكد الناس عايز تعرف الأسباب. وهو عشان اللاعب كبير وعشان النادي كبير، مش عايزين تقولوا الأسباب، الأمور بتقف عند هذا الحد. عموما السبب غير فني كما فهمنا، لكن كابتن عدلي قضية عصام الحضري وما يتردد بتجميد عقوبة الإيقاف.